اخوة السلام عليكم، عواشركم مبروكة خوتي. هذا الموضوع هذا غادي نديرو، ما تضحكوش عليا فهمتي، لان بعض الاخوة احتاجوها بزاف. داكشي علاش، وكيما قلت لكم داك الخطرة انا كنمشي على حساب طلبات ديال الكليان، فاي حاجة كنلقاها متكررة بزاف في الواتساب او في الفيسبوك او عندي في التليجرام فكنحاول نديرها. فهاد النهار هذا غادي نشرح الاتوم وجوج، فبزاف ديال الامور وقعت في الاتومو على ما يخرج هذا التحديد ديال 144، لان تعطلوا، لان فيه تغيير، فيه تغيير ديال الانشرات وفيه تغيير بزاف ديال الامور. راني شرحت هذا الشيء في جوج ديال الفيديوهات. نتمنى ان الميساج يكون وصلكم. شحال واحد دابا كيتحبط فاش كنهضر على كيقول راه خرج الفلاش، راه مازال ما خرجوش الفلاشات 144. هذيك غير كتكون احداث، يعني كتكون اخبار يعني مسبقين احنا، باش كيكون عندك علم وكيكون عندك معرفه على الفلاشات الجايه شنو فيها. ففيها تغيير الانشرات للمجموعه ديال الشركات، وفيها كذلك ترقيه للسيرفر 144 باش يحميو السيرفر ديالهم. وسيرتو كما لاحظتوا فالاسبوع الماضيين فكانت يعني وسيرتو الثلاث والاربع، فثلاث ديال السيمانه اللي فاتت والاربع ديال هذه السيمانه فكانت هجمات على السيرفر ديال سيرتو الفي اي بي. فاول استعمال ديال الاتومو فكتجي النيتورك سيتينغ، فكتبرك في اليو اس بي وكتختار بطبيعه الحال الفلاش ديالك. من بعد غنوريكم كيفاش انكم تدوزوه اونلاين. فبالنسبه للامور اللي جاتني في الاتومو، فالبعض كيعاني من داك المشكل ديال البوت، فكيبدا بحال داك الشكل ديال الستارسات. وهذا المشكل هذا كيوقع في الاجهزه اللي عندهم تيونير يعني جد حساس، فكيوقع هذا المشكل هذا. فالبعض ملي كيحيد التيونير فكيلقى الجهاز كيخدم مزيان. فالتيونيرات ديال هاد الاجهزه جد حساسه، فاذا كان السلك اللي غادي للتبصيل عندك مقطع، او مثلا غادي نفسرو شي شويه باش غادي، او مثلا فاش كتفتح هنا هاد الخيوط هادو الصغار، هاد الخيوط الصغار الا كانوا ملاقين، غير واحد ملاقي، راه غادي يبدا يدير لك البوت. لان الاتومو كيما قلت لكم التشينير ديالو هو ستارسات الميتين او ستارسات اكس 7 او اكس 2، ففيهم هاد القضيه. فحضيو راسكم بزاف من هاد القضيه ديال الخيط اللي غادي للسطح. فاول تمرين الفراش فكيما قلت لكم كتدخلوا انا راه عندي لتحت وانا خدام كنقلب الفوق، راه عندي لتحت. فاول دخله فكتمشي ليو اس بي وكتقلب على الفلاش ديالك. فانا مثلا هنا داير له اتومو جوج، صافي كتبرك عليه كدوز. انا غير غادي نوري الناس، لان كاين الناس ما كيعرفوش اول تدويزه. وهاد انا كنفضل انني ندوزو باليو اس بي وما ندوزوش اونلاين. فكتبرك هنا وكدير يس وكتخليه غادي يدوز، كيدي شي شويه د الوقت. انا غادي نوقف الفيديو. فهنا راه كتلاحظوا فهداز الفلاش فكيرو ديماري، فالجهاز غادي يرو ديماري دابا، وغادي يعطينا يعني التطبيقات الجديده اللي فيه، وتقدر تفعل السيرفر. فغير غادي يشعل، اصبر عليه واحد شي شويه. فغادي نوريكم الامور اللي خصكم على ما يخرج هذا التحديد ديال 144. ربما الجهاز غادي يولي في حله جديده ان شاء الله، لا هو ولا ستارسات ميتي. فهنا ضروري خصك دير ضبط المصنع. ما تقول ليش ما ديرش ضبط المصنع، شحال واحد كيقول لك لا ما نديرش ضبط المصنع. اخويا خصك دير ضبط المصنع. تجي لانستالاسيون كدير فاكتوري ديف وكدير هنا اوكي وكدير يس. راه ضروري، راه هاد راه شحال من خطره كنقول لكم هاد القضيه هادي، يعني شرحتها مرارا وتكرارا. كاينين شي بعضين راسهم قاصح وكيجيبوها في راسهم. هنا ملي كدير ضبط المصنع نمشيو غندوزو الملف القنوات، ولكن شحال من واحد كيوقع في خطا، فكيمشي للسيتينغ كيعدل الامور. بعض الامور هذه اللي غادي نعدلها اللي غادي نصاوبها، وكيدوز ملف القنوات كيرجع هذاك التعديل اللي كان دارو. ملف القنوات راه كيرد داك التعديل كما كان، لان داك ملف القنوات راه مهزوز من واحد الجهاز اللي ما فيهش داك الاعدادات اللي انت طبقتيها. فاول حاجه غندوز ملف القنوات، عاوتاني كندير نتو كندير يو اس بي وغندوز ملف القنوات. هما بجوج كيديو الوقت، فتقريبا نفس كما كدوز الفلاش كدوز ملف القنوات. والتليكوموند ما تزربش عليها، ما تزربش عليها، غير بشويه عليك خدم، غير بشويه عليك. وكما قلت لكم واحد يدبر في يو اس بي فيها 2 جيجا او 8 جيجا، راه رخاص دابا.
حطها في يدي، اي فلاشي يبدا يبان يمشي للانترنت ويبدا يهز وصافي، هنا كدوز ميل في القناه بس كتبرك وكتبرك يس. غير يعني هنا كما قلت لكم ما تزربش، راه غير برك بركه وحده راه هو غادي غيتلقى الاوامر غادي ينفذ، اما ملي كتبدا تزرب عليه راه كتخرج عليه. فانتم انا بركت عليه فكيتسنى انه يشد الاوامر عاد عاد كيطبق داكشي اللي عطيتيه. اما ديك الزربه في التيليكوموند راه كتخرج على الجهاز، اي جهاز كيما كان راه كتخرج عليه، يعني الخدمه تكون غير بشويه صافي. هو في 100% هو دوز 100 في القنوات. هنا غنمشيو للاعدادات اللي ضروري خصنا نديروها. اول حاجه غنمشيو للسيتينغ، كتبرك عليها غنمشيو للسيستم سيتينغ. هنا ضروري شي حوايج خصك تسدى، ديال لاي رومبر هذا الا كنتي كتستعمل الاوديو ديال لاي او الفيديو ديال لاي، كتجر الصوره للصوت او كتجر الصوت للصوره ديالها اون. هنا الا كنتي كتستعمل الترجمه ديالها اون، ما كنتيش كتستعملها هي والنيت سبتيتل ديال لهم اوف. انا عندي لهم اوف ما عندي ما ندير بها. هنا ديال دي ال ان ا ديال البارطاج ما عندي ما ندير بها. هنا الا كنتي كتستعمل شي سيرفر سيسكام مع السيرفر ديال فوريفر فديرلها اون، ما كنتيش كتستعمل اخويا ديرلها اوف. كنتي كتستعمل غير الفوريفر او الاس بي 1 بوحدو فديرلها اوف. كنتي كتستعمل سيرفر ديال سيسكام او النيو كام مع الفوريفر خصك ديرلها اون. هنا ملتي بيكتشر لوب، هنا الا بغيتي تخدم ثلاثه ديال اربعه ديال الشاشات او 16 ديرلها اوف، ما عندنا ما نديرو بها. دي في بي تو اي بي ديرلها اوف، هادي ديرلها اوف، لان ما عندنا ما نديرو بالسميات، السميات راه معروفين صافي. هنا كان هنا الا كنتي هنا الا كنتي مثلا القنوات ديال الملتي ستريم الاسبانيه او القنوات الملتي ستريم ديال اليوتيسات دوبل في 5 كنتي كتخدمها دير ار ا دوبل في اللي هي اس 3، ما كنتيش خليها بي سي ام، ومن الاحسن خليها راو ار ا دوبل في صافي. الخوت هنا سوبتيتل كونترول بغيتي يعني تاكتيفيه فديرها، لان السوبتيتل هي كاينه هنا، ما بغيتيش دير لها اوف. هنا تخلصنا من هذا المشكل، غادي نجيو للاو اس دي ففيه بعض الامور. فهنا كنتي كتستعمل 4K فدير لها 4K. بالنسبه للاش دي ار على حساب، شوف انت على حساب تلفازك، كانت شي تلفازه واعره فريقل راسك ما كانتش خليه اوطو، من الاحسن تخليه اوطو، من الاحسن انا الاش دي ار خليه اوطو. غادي نجيو للاش دي ام اي. هنا الا بغيتي التلفازه تشعل مع النيميريك، شعلتي النيميريك تشعل التلفازه، او شعلتي التلفازه يشعل النيميريك، هاد الاعدادات خاصه به. او مثلا طفيتي النيميريك كتطفى التلفازه، او طفيتي التلفازه كتطفى النيميريك معها. فهادي هي الاعدادات اللي كاينه هنا، حنا ما غاديش نحتاجوها. سي اش ماكس اخوتي ديرولها اوف، عندنا ما نديرو بها. غنجيو لواحد الحاجه اللي مهمه اللي كاينه هنا في التايمز، شحال واحد ما كيعرفهاش. غتجي للتايمز فهادي دير لها هاد ا بي دي فدير لها اوف، ما تخليهاش الاخر. هادي كدير اغلب المشاكل كتجي من هاد الابي دي سيرتو ديال الروديماراج. ابي دي دير لها اوف، وحنا تهنينا من بزاف ديال المشاكل، كنظن تهنينا من بزاف ديال المشاكل ديال الاتوم. وصافي الاتوم هو هذا كما كتشوفوا. بالنسبه للملف ديال القنوات فهذا راه ديجا لايحوف في التليجرام، فهو اللي بغى عاوتاني نزيد نعاود نديرو فهمتي، راه فيه مجموعه ديال الاخر. انا اغلبيه دابا كنتفرج غير في الهيس باسات، فالهيس باسات فاش كنتفرج ما كنتفرجش في شي يعني الهيس باسات. يعني انا بعدا كيعجبني، انا شخصيا كيعجبني، وسيرتو ملي ظهروا القنوات الجديده فانا كنفضل الهيس باسات. وراه يعطي داك النهار ففيه مجموعه ديال الحوايج اللي زوينه، فمن الاحسن انا من الاحسن بنادم يدير جوج طباصل، يدير النايلسات ويدير النايلسات ويدير الاسباسات. بالنسبه للاسباسات نذكر لبعض الاخوه لان هادشي ذكرته في الاخر بمساعده الاخ خالد الحاكم. فبالنسبه للاسباسات فالقنوات ديال 11 كتنقل الدوريه التاليه، الدوري الاسباني الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الالماني، بالاضافه الى دوري الابطال 11 عقلوا عليها. وهذاك غادي نحيو ف باش داك السيريال يتحيد. قلنا قنوات 11 كتنقل الدوري الاسباني الدوري الانجليزي الدوري الايطالي والدوري الالماني، وبالاضافه الى دوري الابطال عقلوا عليها 11.
بالنسبه للباقه البرتغاليه سبور كاينه 1 2 3 4 5 حتى 7 كتنقل الدوري الايطالي الدوري البرتغالي والدوري السعودي. الدوري السعودي كما قال واحد الاخ ما كتنقلش الماتشات كامله كتنقل غير بعض الماتشات والدوري التركي والدوري الهولندي ثم دوري ابطال افريقيا وماشي ماشي الماتشات كاملين والاتحاد الافريقي لان واحد الاخ قال لي راك قلتي كتنقل المقابلات راه ماشي المقابلات كاملين بعض المقابلات والدوري الفرنسي والبلجيكي فكين في 11 دونك هنا القنوات اللي كنحتاجو هنا بزاف كنحتاجو ال11 يعني الناس اللي مهتمه بالسبور كنحتاجو سبور 1 2 3 4 كنحتاجو كانال 11 حتى هي ممتازه وتيلي 5 ولا ا 1 ولا ا 2 والكواترو وكاينه جول تا جول راه ولات هنا تا جول كنحتاجوها. بالنسبه لبعض القنوات لبعض الدوريات كاين الدوري الاسكتلندي كاين كاس لي باد ديال امريكا اللاتينيه وكاين سودا امريكانا والدوري الاوروبي واليورو اليورو يعني كاس المؤتمر الاوروبي وعلى السبور 1 و2 حتى 7 وكتبت العشاق ديال الاو اف سي العشاق ديال الرياضات القتاليه حتى هي كتنقلها. بالنسبه للكانال 11 فكتنقل دوري ابطال اسيا والدوري البرازيلي. انا عطيتكم المعلومات كامله وسمحوا لنا الا طولت في الموضوع. تبارك الله عليكم.